السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شجرة السابوتا وهي شجرة استوائية عندها سنتان، وهذه السنة السنة الثالثة. قمت بتطعيمها بفصيلة أخرى في مكانين، هذا المكان لكنها لم ينجح بعد، كما قمت بتطعيمه في هذا المكان آخر وطبعا نجح هنا. خروج برعم صغير هنا، وقمت بتعريته حتى يألف الهواء ولا يقع له الصدمة، وتغطيته من شدة الحرارة. كما قمت بالترقيد الهوائي ولاحظت بأنه قد نجح، وسأزيله فيما بعد حتى أتأكد فعلا من نجاحه بنسبة مرتفعة.